أحبيك في تقرير سريع ونعود نتواصل بعد التقرير. ميدو جابر النجم الخططي الوفني. تنقل محمد جابر توفيق وشهرته ميدو جابر بين عدة أندية ما بين السكة الحديد والمقاولون حتى استقر به الحال في الألمونيوم الذي أصبح من خلاله جلادا للحراس، كما انتقل بين أندية القسم الثاني، وهنا كانت نقطة التحول إلى مصر المقاصة. قدم مع الفريق الفيومي عام 2015 أروع مواسمه على الإطلاق التي جذبت أنظار الصراع عليه، فتم الإعلان رسميا عن انضمامه للقلعة الحمراء في أغسطس عام 2016. ميدو جابر النجم الصامت في محراب الأهلي.